رحمه الله يقول: أنا مبتلى بمرض روحي، فما هو العلاج النافع؟ فبعض الأحيان أقول: هل في آخرة؟ أو هل في جنة أو نار؟ فمعايا وسواس أشغلني، فأرشدني وفقك الله. الوسواس ما يضرك إن شاء الله، ما لم تعمل به ما يضرك. إذا أحسست بالوسواس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله جل وعلا يعيذك منه ويبعده عنك. نعم.